حياكم الله مشاهدينا. أكبر من فكرة وأصغر من مبادرة، مساعا روسية لعقد اجتماع في موسكو بين النظام والنظام، هذا ما يبدو واضحا الآن. لكن ما ليس واضحا هو دعم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لهذه الجهود بعد أن رفضتها كل المعارضة المعترف بها ورحب بها الأسد ومؤيدوها الخجلون. فلماذا تدعم الولايات المتحدة هذا النوع من العمل السياسي الذي لا يقدم بل يؤخر؟ بالمناسبة، النظام بدأ جديا التحضير للاجتماعات من خلال لقاءات عقدها اليوم في جنيف. في الملف الثاني، الإدارة الأمريكية ستسلح العشائر لقتال تنظيم الدولة، قد تكون المرة الألف التي نسمع بها هذا التصريح، لكن جديده اليوم أن التصريح سيمر عبر حكومة بغداد. لكن لمن سيذهب؟ هل لمن يدعمون الحكومة وهم إلى الآن قلة، أم للميليشيات الطائفية؟ ولماذا لا تسلح العشائر السنية مباشرة كما البشمرجة؟ ومع ذلك تبقى مسألة التسليح في إطار قانون محاربة الإرهاب الذي يحاول أوباما انتزاع تفويض به من الكونغرس هذه الأيام. فهل ينجح وهل تسلح العشائر؟ أسئلة نحاول أن نجيب عليها في تفاصيل بعد قليل، ابقوا معنا. أعرب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عن تأييده المساعي الروسية لإجراء محادثات جديدة لإنهاء الأزمة السورية. كما أشاد كيري بجهود المبعوث الأممي ستيفان ديميستورا بعد أن التقاه في جنيف. وفي جنيف أيضا يعقد لقاء بين ممثلين عن نظام الأسد وبعض الشخصيات بحضور ديميستورا وممثلين عن خارجيات بعض الدول الأوروبية ومصر وروسيا، وذلك في إطار التحضير ل مؤتمر موسكو. نتابع التفاصيل. لماذا موسكو يا سيد كيري؟ هل فعلا ترى فيها أفق حل؟ أم أن ما نقل اليوم عنك لا يعد كونه تطيب خواطر ومجاملة؟ مشروع هذا السؤال بعد تأييد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لما يعتبرها مساع روسية لإنهاء النزاع المدمر في سوريا. مشروع هذا السؤال بعد أن ثبت سطحية الجهود الروسية وأن ما يسعون إليه لا يرقى إلى مصافي المبادرات، فلماذا تأتي الولايات المتحدة اليوم وتقدم جرعة هواء لإنعاش هذا الجسد الميت والمسمى مؤتمر موسكو؟ يوم للدعم والتأييد عاشه السيد كيري، فعلى الهامش أيضا قدم تأييده لجهود مبعوث الأمم المتحدة ستيفان ديميستورا، وإن اعتبر أن مهمته معقدة جدا تشبه لحد ما المهمة الروسية. ولذلك علينا أن نذكر وزير الخارجية الأمريكي بموقف المعارضة السياسية السورية الرافض للمشاركة في مؤتمر موسكو، بل إن الائتلاف المعترف به سيعاقب بالفصل من يشارك بشكل شخصي. ونذكره أيضا بأن أحدا من الدول الإقليمية المعنية لم يدعم الاجتماع، فضلا عن أن الخارجية الروسية ذاتها لم تعول على اللقاء كونه لا يعد جلسة شاي تجمع نظام الأسد بمريديه. لقاء الأحبة في موسكو بدأ لكن من جنيف، باعتبار أن جلسة العتب تحتاج لتحضير. ولذلك اجتمع ممثلو نظام الأسد على رأسهم بثينة شعبان وصالح مسلم وحسن عبد العظيم منى غانم ورندا قسيس، بالإضافة لوليد البني وأيمن الأصفر وخالد المحاميد، بينما غابت المعارضة. فشل يركب على فشل على فشل فتكون هذه النتيجة. فبعد اعتقاد روسيا أن تبنيها لنظام الأسد يمكن أن يوفر لها حضورا قويا في ملفات الشرق الأوسط، عجز هذا النظام أن يؤمن لها ذلك، فأرادت العودة من باب التسويات إن في سوريا أو إيران. لكن مع هذا الطرح الضبابي الفارغ الفاشل يصبح مستغربا موقف الإدارة الأمريكية الداعم للفشل.
نناقش الموضوع مع محمد عويس محلل سياسي ينضم إلينا مباشرة من واشنطن. أيضا سلطان حطاب مدير عام دار العروبة للدراسات السياسية ينضم إلينا مباشرة من عمان. والدكتور صلاح درويش عضو الهيئة السياسية في الائتلاف ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول. أرحب بكم ضيوفي الكرام وأبدأ معك سيد محمد عويس. اليوم جون كيري أعلن تأييده لجهود موسكو ونحن نعلم جميعا مؤتمر موسكو لم توافق عليه المعارضة ولا الدول الإقليمية. لماذا موسكو؟ هل فعلا فيها أفق للحل؟ أولا وزير الخارجية الأمريكي كيري هو ما يقوم به الآن هو محاولة قطع الطريق على الكونغرس الأمريكي الجمهوري الذي بدأ يتحدث عن تسليح المعارضة، حتى المعارضة مع أنها يقولون أن المعارضة المعتدلة، وهذا التصرف سيخرج أمريكا من الحلبة ويعطي يعني آثر الوزير الخارجية الأمريكي أن يعطي العصمة للروس بدلا من أن يسمح للكونغرس الأمريكي أن يتصرف لصالح المعارضة حتى لو قلنا المعتدلة. فلذلك الذي يحدث هنا أن الأمريكان بدأوا يلعبوا سياسة بالقضية السورية كما هم يلعبون سياسة بالقضية الفلسطينية، ومن الممكن أن يكونوا قد اتفقوا حتى مع الإيرانيين لمساعدتهم في سوريا على أن يساعدوا الإيرانيين، يعني يساعدون الأمريكان في الملف النووي، ويعطوا هذا الرئيس الفاشل الرئيس أوباما رئيس الدولة التي أعيش بها رئيس فاشل يحاول أن يعطوه جزءا من نجاح ما أو أمل ما. ولكن الإدارة الأمريكية دائما منذ 6 سنوات منذ بداية ولاية هذا الرئيس الولاية الأولى والثانية دائما يهرب إلى الأمام ليس إلى الوراء، ويخرج بمشاريع لم تعطي المنطقة أي أمل أن هناك أي تدخل أمريكي لصالح الشعوب، ولكن التدخل الأمريكي هو لصالح إسرائيل ولصالح الأنظمة القمعية في المنطقة، إن كان نظام بشار الأسد أو نظام إيران أو نظام السيسي في مصر. نعم، يعني سيد عويس لنفهم أكثر، هل هكذا دعم من الإدارة الأمريكية خاصة لجهود من روسيا يمكن بالفعل أن يعطي نجاح للإدارة الأمريكية أن تكتسب من ورائه نجاح؟ نعم، ستستطيع الإدارة الأمريكية تعطيل الكونغرس الأمريكي المناوئ لها هنا في الحكم الأمريكي، سيعطل مشاريع الكونغرس، لأن الكونغرس هو القرار الآن أصبح بيد الكونغرس، وإذا كان هناك ما يسمى بعملية سلام لن يستطيع الكونغرس التدخل وتسليح المعارضة أو التدخل حتى دبلوماسيا لدعم الشعب السوري بعد مقتل 250 ألف سوري وتغييب أكثر من 100 ألف سوري لا أحد يعلم عنهم إلا الله، يعني أين بأي سجن أو ماتوا أو عذبوا أو جوعوا. فلذلك نعم ستستفيد إدارة الرئيس الأمريكي والحزب الديمقراطي. وهنا يعني أود أن أقول أن الشعب السوري يقتل والشعب الفلسطيني يقتل والشعب اليمني يقتل، والإدارة الأمريكية إدارة الرئيس أوباما تتلاعب بدماء الناس من أجل مكاسب سياسية داخل أمريكا وليس من أجل حرية الإنسان ودماء الإنسان، وليس ضد جرائم أكبر مجرم في العصر الحديث وهو بشار الأسد والنظام الإيراني. سيد سلطان حطاب، إذن بعد سلسلة الفشل في الوصول إلى حل سياسي في سوريا، ماذا تعني مثل هكذا جهود، مثل هكذا مؤتمرات، مؤتمر موسكو تحديدا الذي سيحضره النظام فقط ولا أحد غير النظام؟ ماذا يعني أيضا تأييد السيد كيري لهكذا جهود روسية؟ أعزّ الإدارة الأمريكية التي لا تمتلك برنامجا محددا إزاء الأزمة السورية، هذا التردد الأمريكي الذي كنا تحدثنا عنه طويلا الآن يأخذ مظهره الواضح في إزاحة النار على القرص الروسي. الآن روسيا تحقق نقاط إضافية لموقفها الصلب إلى جانب النظام السوري، في حين أن الإدارة الأمريكية خذلت الشعب السوري
وخذلت معارضته وخذلت حتى الحلفاء العرب الذين مشوا إلى جانبها أو خلفها في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب حين استثنت النظام السوري من التعامل معه بشكل واضح. حين يتكلم كيري يقول قد هنا قد قد تكون للتشكيك أو للتحقيق في اللغة، قد تكون هذه المبادرة مفيدة. هو بذلك يريد فرز المعارضة السورية وتقسيمها وتشتيتها، لأن الذين سيحضرون إلى موسكو إن حضروا سيكونوا قلة من المعارضة، لأن البرنامج الروسي هو الأوضح في هذه المبادرة. هذه المبادرة الروسية في موسكو رد على المبادرات جنيف 1 و2، وأنا أعتقد أن هناك الآن دفع لثمن التردد الأمريكي الذي سيأخذ القضية السورية إلى مزيد من التسييس وإلى مزيد من التضييع وإلى مزيد من اللعب فيها مرة أخرى. وأعتقد أن الأمريكي كيري الآن يخاطب الأسد وكأنه شريك حين يطلب منه أن يفعل كذا أو كذا، في حين كانت الإدارة الأمريكية في بداية الصراع، في بداية ذبح النظام لشعبه، كانت تقول لا مكان للأسد ولا دور له ولن يكون. الآن كيري يناشد الأسد أن يقوم بدور في تخفيف ذبح السوريين وأيضا في وقف القتال في حلب، وكأنه يعني له عليه دالة أو كأنه حليفا له. وقد يكون ذلك حدث في الأسابيع أو الأشهر الماضية في الطبخة الإيرانية الأمريكية ورتوشها وحواشيها بما في ذلك الموقف من الأسد. أنا أعتقد أن المسألة غاية في الخطورة. الآن المعارضة لا تحضر، المعارضة ستختلف، المعارضة سيجعل الحضور وعدمه بينها صراعات جديدة في رؤى جديدة. موسكو تؤكد على دورها في القضية السورية، تأخذ خطا تصاعديا في هذه القضية، في حين أن الولايات المتحدة تخذل المقاومة والمعارضة السورية وتخذل حتى الحلفاء العرب الذين أرادوا أن يقفوا إلى جانب الشعب السوري. أعتقد أن القضية السورية الآن تذهب إلى مزيد من الضياع وإلى مزيد من الضبابية بفعل التردد الأمريكي. والمسألة ليست مسألة كونغرس أو إدارة، ليس صراعا بين الإدارة والكونغرس على الإطلاق. لنأتي إلى صوت الائتلاف في كل هذا، معك دكتور صلاح درويش. الائتلاف موقفه واضح، هل من مستجدات الآن وما هو خاصة الموقف بعد إعلان هكذا مؤتمر وهكذا جهود، وموقفكم ممن حضر اليوم في جنيف طبعا تمهيدا لما يسمونه مؤتمر موسكو؟ بداية أريد أن أقول أنه لا توجد لدينا أي معلومات مؤكدة حول هذا اللقاء في جنيف، ولا أستطيع أن أنفي ذلك أيضا. لكن مسألة موسكو أظن أن الوضع قد حسم بشكل شبه تام، وهو محاولة إرسال رسالة إلى الخارجية الروسية باسم أعضاء الخمسة الذين دعوا إلى موسكو وشرح موقف الائتلاف وأسباب غيابهم عن هذا المؤتمر. طبعا نحن كائتلاف وطني سوري نأمن بالحل السياسي ونتمنى أن تتدخل كل الدول كل حسب جهده لإنقاذ الموقف في سوريا وإيقاف نزيف الدم، لكننا لا نذهب الى يعني الى مؤتمر لا معنى له، لان الوضع اولا المبادره عفوا المؤتمر في روسيا ليس فيه اي مبادره وليس له اي مشروع سياسي مكتوب، والازمه السوريه التي يعاني منها الشعب السوري منذ 4 أعوام لا تحل عن طريق لقاء عده اشخاص وانا منهم طبعا في يوم واحد، ولا يوجد أي أفق للنجاح لهذا المؤتمر. كنا نتمنى أن يعقد هكذا اجتماع في موسكو ويحضر له بشكل جيد وتكون هناك أسباب للنجاح فيه ومن ثم يدعى الناس إليه،
كنا نتمنى أن تدعى الأطراف والأطر السياسية والأحزاب. دكتور صلاح درويش، خلافا عن هذا المؤتمر، مؤتمر موسكو، الولايات المتحدة الآن بلا شك على اطلاع على موقف الائتلاف من المشاركة، ولكنها الآن تدعم، ما الذي تدعمه؟ وكأنها بدأت الآن بالتخلي عن الائتلاف كمعارض أساسي. رأي الولايات المتحدة واضح، رأي الولايات المتحدة منذ مدة موقفها في تراجع من القضية السورية، ومبررها كان وجود الإرهاب وظهور الإرهاب بشكل قوي، وأي دعم للمعارضة السورية ربما يذهب سلاحه إلى المتطرفين، وهذا الرأي أثبت عقمه وفشله، حيث بات الإرهاب أقوى وأشد عنفا وأكثر نجاحا في أغلب المناطق، يعني استولوا على مناطق كثيرة من سوريا والعراق. الأمريكان على ما يبدو يحاولون أن يرموا هذا الحمل من على ظهرهم ويعطوا للروس فرصة، ربما استطاعوا أن يقتربوا من حل سياسي، وهذا هو المستحيل بذاته. نعم، لكن اسمح لي دكتور صلاح درويش، لنعود إلى النقطة الأساسية، يعني عندما تحضر هذه الأسماء كبثينة شعبان، صالح مسلم، حسن عبد العظيم، منى غانم، رندا قصيص، وليد البني، أيمن الأصفري، خالد المحاميد، هكذا أسماء تحضر وبدعم من الولايات المتحدة، ألا يمكن أن نستكشف من هذا بأنها رسالة من الولايات المتحدة، رسالة واضحة إلى الائتلاف وإلى من يدعم الائتلاف الوطني السوري؟ ربما تكون رسالة، وربما تكون رسالة إلى الثورة السورية ككل وليس الائتلاف، أن الأمريكان أصبحوا ربما عاجزين عن إيجاد أي حل أو أي تسوية سياسية للصراع في سوريا، والأمريكان لا أدري هل هم داعمين أو لا، لأننا حين اجتمعنا معهم قبل أيام قالوا لنا نحن لا نمانع ولا نرى عيبا في لقاء في وجودكم في أي لقاء، وتتكلمون باسم الشعب السوري وباسم الثورة السورية وباسم الائتلاف الوطني السوري، يعني حضور اللقاءات السياسية التي تهدف إلى إنهاء الأزمة السورية هم برأيهم أنه ليست فيها مشكلة ما دمتم تذهبون وتطرحون آراءكم وأفكاركم وتطرحون الحلول التي ترونها مناسبة. هكذا كان الرأي الأمريكان، لكن أنا أوافق معك، الرأي الأمريكان في تراجع بالنسبة لدعمهم للثورة السورية، للوضع السوري بشكل عام، وهذا نتيجة طيب انطلاقا من هذا، انطلاقا من هذا، هل لقاءات جنيف اليوم ستؤثر على لقاء القاهرة المرتقب وطبعا الحوار السوري السوري؟ إذا كان اللقاء هو فعلا قد تم وحضره هيئة التنسيق الوطنية، بالتأكيد راح يأثر على لقاءات القاهرة، لأنه نحن كائتلاف وكتنسيق أصبح لنا فترة نتحاور ونضع النقاط على الحروف، وكل منا كتب مشروعا وحاولنا دمج المشروعين مع بعضهم البعض، وكانت وجهات النظر متقاربة جدا، سواء من ناحية ضرورة الحل السياسي أو من ناحية الاعتماد على وثائق جنيف ووثائق القاهرة. فإذا حدث هذا اللقاء فعلا أظن أنه سيؤثر على لقاء القاهرة بدون شك. نعم، أؤكد لك دكتور صلاح درويش بأن هذا الاجتماع تم، ومن مصادرنا الخاصة داخل هذا الاجتماع. شكرا لك على كل حال دكتور صلاح درويش، عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري، كنت معي من اسطنبول عبر الهاتف. أعود إليك سيد محمد عويس، يعني ربما من خلال هذا الدعم الأمريكي ما يحضر الآن تحت مسمى موسكو وجهود روسية، هناك رسالة
إلى الائتلاف الوطني السوري، طبعا إلى جانب مصالح أمريكية داخلية. نعم، الرسالة للائتلاف الوطني السوري وللشعب السوري المظلوم، ليس لكل الشعب السوري، ليس للشعب السوري الذي يدعم الأسد. نعم، هذه رسالة أننا قد تخلينا عنكم. وإذا كانت أمريكا مثلا أنها تهتم بالإرهاب وبصعود الإرهاب، أمريكا هي من يدعم حزب العمال الكردستاني الآن بالأسلحة وبالعتاد وبالمال، وهو على لائحة الإرهاب الأمريكية، ليس على لائحة أخرى. لائحة الإرهاب الأمريكية قتل 30,000 تركي وسوري وعراقي على يد حزب العمال الكردستاني، وما زال يرتكب الجريمة، والآن أمريكا تقف معه. فقط يقفون معه لأن دولة شمال العراق، الدولة الكردية في شمال العراق، وعلاقتها مع إسرائيل يخدم مصلحة إسرائيل ومصلحة أمريكا في المنطقة، وهذا الذي يحدث. فلذلك لا أتوقع أي رسالة. يعني يجب ألا نفعل كما فعل الفلسطينيون في الماضي، أن نحاول أن نقرأ التحركات والحركات ونقرأ بين السطور. المشكلة في سوريا هي مشكلة ظلم وقتل وتنكيل وتشريد وموت مئات آلاف الناس. الموضوع لا يتحمل أن نقرأ بين السطور، يجب أن تكتب على السطور، يجب أن يكون الحل شامل لجميع الأطراف السورية، ويجب على الأغلبية في سوريا أن تكون حقوقها محمية، والمواطن السوري أن يكون محمي، وجيران سوريا أن يكونوا محميين. إما أن يذهبوا إلى سوريا، إلى روسيا الداعمة لبشار الأسد، هي ليست راعية لهذا المشروع بل داعمة لبشار الأسد، إلى ليس مؤتمر ولكن لمؤامرة تحاك ضد الشعب السوري، ضد حرية الشعب السوري، مؤامرة لتصفية المجلس الوطني أو الائتلاف السوري أو أي مواطن سوري شريف يدافع عن نفسه. وهم من سكتوا عن وجود داعش والمنظمات الأخرى التي ذبحت ونكلت بالسنة سوريا وبالسوريين أكثر ما نكل بهم النظام كذلك. فلذلك أرى أن على الائتلاف السوري وعلى المنظمات السورية الأخرى أن يتحدوا وأن يقدموا أنفسهم للعالم ولمجلس الأمن الدولي كقوة موازية للنظام، وأن إذا كان النظام جادا بأن يكون هناك حل فالمجلس الأمن الدولي موجود والأمم المتحدة. لأن من يحاول أن يكون راعي لهذه المؤتمرات إن كان في المنطقة، نرى أن جميعهم وجلهم وأكثرهم معادون لحرية الشعب السوري. لو كانوا مع حرية الشعب السوري لما وصلنا إلى هنا. هم الذين أوصلوا الشعب السوري إلى هنا بعد أن وعدوا بدعمه ماديا وعسكريا ولوجستيا، وفوجئنا أن حتى العرب يقفون مع الأمريكان ضد السوريين. ووجدنا أن الآن مصر التي أتى رئيسها بانقلاب يحاول أن يتدخل في أمر هو غير قادر على التدخل به، بل هو يريد أحد لتحليل انقلابه في مصر. أعود إليك دكتور سلطان حطاب، يعني هل فعلا النظام في دمشق يصدق مسرحيته في الذهاب والتحضير لمؤتمر موسكو، أم أن الأمر الآن بالنسبة إليه هي عملية كسب للوقت، وقد يكون دعم كيري له مؤشر سلبي على المعارضة أو للمعارضة تحديدا؟ لا، النظام يستفيد من الذهاب إلى موسكو لأنه يذهب ضمن الرؤية الروسية المتحالفة معه. الولايات المتحدة الأمريكية خذلت المعارضة مرتين، خذلتها عسكريا حين لم تسلحها وما زالت تماطل، والآن تخذلها سياسيا حين تسلمها لأعدائها، حين تجعل الروس يمسكون بالملف ويشاركون في توجيهه، وتخرج الولايات المتحدة الأمريكية من هذا الموقف لأنها تخشى على مصالحها. الآن الموقف الأمريكي يريد أن يخدم مصالح الأمريكية. الأمريكيون الآن بدأوا يخشون وجود تنظيمات أصولية متطرفة، وبالتالي يريدوا أن ينفضوا يدهم من المعارضة كلها باعتبارها كلها مضروبة في رؤيتهم ولا يليق أن يدعموها، ويريدوا أن يهربوا منها. وهم بهذه المبادرة أو بالموافقة على المبادرة الروسية يريدون تفتيت المعارضة أيضا، لأن المعارضة السورية ستختلف بين من سيذهب ومن لن يذهب،
والمتطرفون الدينيون والأصوليون لن يذهبوا لا لروسيا ولا لبكين ولا للفلبين ولا لأي مكان في الدنيا، لأن أجندتهم مختلفة تماما. إذا هذا تضييع للوقت ولعب فيه. لو أراد الأمريكيون أن ينتصروا للمعارضة السورية لانتصروا، ولكنهم لا يريدونها بديلا لنظام الذي يمكنهم أن يتعاملوا معه بصورة أفضل، لأنهم الآن يتعاملون معه بالفعل حين يقولون ويناشدونه أن يفعل ما يريدون أو ما يتوقعون أو ما يرغبون. أنا أعتقد أن الولايات المتحدة اليوم بموافقتها على المبادرة الروسية إنما نفضت يدها وألقت خطبة الوداع للمعارضة السورية وعلى السوريين الآن الذين وقعوا بين المطرقة والسندان، بين مطرقة الأسد وسندان الولايات المتحدة والحلفاء العرب، عليهم أن يبحثوا عن خلاص لهم، وهذا الخلاص لا أعرفه وقد لا يعرفه كثير من السوريين الذين يقتلهم البرد والتشرد والجوع ولا تصلهم حتى بطانيات من الجيش الأمريكي ومن الولايات المتحدة الأمريكية، وتتوقف مساعداتهم ويأتي مندوب الأمم المتحدة للإغاثة إلى الأردن ليناشد المجتمع الدولي إرسال المساعدات الغذائية. الذي لا يرسل بطانية كيف ينتصر للمعارضة السورية ويصلحها؟ أستاذ محمد دعويس، يعني إذا كانت كل المؤتمرات بالنسبة لجنيف يعني إن كانت على صعيد دولي أممي لم تقدم شيء، يعني ما فائدة هكذا مؤتمر الآن؟ هل بالفعل يمكن أن تكون نتائجها أمر واقع ويمكن أن تغير شيء أو أشياء من المعادلة على أرض الواقع السوري؟ نعم، أنا برأيي أن هذا المؤتمر إذا حصل في روسيا ومع مباركة أمريكية، نعم سيغير الأمر على أرض الواقع بالنسبة للائتلاف السوري وللمعارضة السورية المسلحة، إذ سيعتبرون أن العالم قد تخلى عنهم وأن المسؤولية الآن على عاتقهم أن لا يسمعوا لأحد وأن يذهبوا للدول التي تدعمهم لوجستيا عسكريا وماديا وحتى غذائيا. ولا أرى في المنطقة أي دولة من الدول العربية تدعم الائتلاف أو الشعب السوري، ولكن يوجد هناك دولة واحدة وهي تركيا التي تدعم، وعندما تتدخل تركيا في الأمر السوري تتدخل كوسيط عادل، كوسيط وليس كشريك مع أحد. فلذلك أنا أرى أن هناك فائدة على الشعب السوري أن يصحى من غفوته، وعلى الائتلاف أن يصحى من غفوته ويقرر أنه لوحده في هذه المعركة، وأنه يجب قطع العلاقات مع الدول المتآمرة عليه في المنطقة، دول الطوق أسميها دول الطوق، فيما عدا الدول التي تدعم عسكرياً ومادياً ولوجستياً. ولا أرى في هذه الدول إلا دولة تركيا والشعب العربي وليس الدول ولا الأنظمة العربية. لا أرى أي نظام عربي الآن يدعم الائتلاف السوري ولا يدعم الشعب السوري، فلذلك أرى أن الوضع سيتأزم أكثر بكثير، وستتحول المقاومة السورية، ستتحول الثورة السورية إلى ارتكاب عمليات نوعية دموية ضد النظام وضد من يقف مع النظام، لأن الحل السياسي غير ممكن الآن طالما أن الجميع يتآمر على الشعب السوري وعلى حرية الشعب السوري. نعم، أعود إليك سيد سلطان الحطاب. طبعا إن تم هذا المؤتمر وبمن حضر من النظام ومن معه، كيف نتوقع أن تكون أو يكون واقع العملية السياسية في سوريا وأطراف هذه العملية السياسية طبعا بعد هذا المؤتمر؟ أنا لا أعتقد أن المبادرة الروسية ستنجح إلا بمقدار ما تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تنجح هذه المبادرة، وأعتقد أن الرؤية الأمريكية معروفة، لا انتصار للمعارضة السورية التي تقسمها الولايات المتحدة أقساما عديدة، حتى القسم الذي تعتقد الولايات المتحدة الأمريكية أنه معتدل وأن له تحالفات عربية وأن على رأسه من يتفاهمون السياسة الأمريكية، هذا القسم لم يسلح. إذن ماذا تدعم الولايات المتحدة التي الآن بدأت تبل ريقها وهي تتحدث عن نظام الأسد، توقفت عن المطالبة بمعاقبته وهي الآن تناشده أن يفعل شيئا؟ أنا أعتقد أن هذا المؤتمر يوازي مؤتمر جنيف
هناك كانت الأوراق الأمريكية أوضح، هنا الأوراق الروسية أوضح. كيري يتخلى الآن عن كثير من الأوراق الأمريكية لأسباب أمريكية، لأنه يريد أن يخدم المصالح الأمريكية بإبقاء الشعب السوري في دائرة الفناء وإبقاء سوريا في دائرة التفتيت ومزيد من إضعافها، وهذا مخطط صهيوني في الأصل تنفذه الإدارة الأمريكية من خلال رؤيتها المترددة. والعرب الذين اكتتبوا في الشركة الأمريكية لمحاربة الإرهاب لا يذكرون الآن أي دور أمريكي، بضرورة أن يقف الدور الأمريكي إلى جانب المعارضة السورية أو أن يخلص السوريين من الفناء. لا يتكلم الحلفاء العرب الذين اكتتبوا في شركة التحالف لمحاربة الإرهاب عن أي إرهاب يتحدثون، وأبرز إرهاب هو قتل الشعب السوري الآن على الأرض السورية من خلال النظام. من يقتل الشعب السوري؟ النظام من جهة، والسورية المتطرفة في داعش وغيرها من جهة أخرى، وبالتالي شوهت هذه المعارضة وانتهت. أنا أعتقد أن على المعارضة الآن أن تقف أمام مفترق الطرق، إما أن تستمر أو تتوقف، لكن برؤية مختلفة. أشكرك أستاذ سلطان حطاب، مدير عام دار العروبة للدراسات السياسية، كنت معنا مباشرة من عمان. وشكرا للسيد محمد عويس، محلل سياسي، كان معنا مباشرة من واشنطن. نذهب الآن إلى فاصل قصير مشاهدينا، نفتح بعده الملف الثاني من تفاصيل إبقوا معنا.